السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. جلسة يوم غد الجمعة، المغنية في وضع صعب وكتعيش أسوأ الأيام ديالها، وهذا هو السبب. في الوقت اللي كنتظر باش تكتمثل المغنية بين يدي قاضي التحقيق يوم غد لاستكمال الإجراءات البحث التفصيلي معها في القضية المتابعة فيها واللي مرتبطة بالسب وكذلك الجرح، الشكاية اللي كانوا رفعوها يعني بعض زبناء الكباري، واللي كان واحد يعني شجار بين المغنية واللي تسبب في جروح أحد الزبناء. وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا، لأنها متقى بالصوت والصورة، لأن أدلة قاطعة كتورط الحمزاوية. والخبر اللي كان تم إعلانه من طرف إحدى القنوات وأكدت باللي هناك مفاجأة كبيرة كذلك لتحفة اللي كان طرق الموضوع لأكد أن نهاية المغنية قريبة وقريبة جدا. فبالرغم من القضية للحساب حمزة مهم بالمتابعة في هذا المغنية واللي كانت دائما كتبرأ راسها من جميع التهم، بالرغم أن المحكمة الابتدائي بمدينة مراكش واللي كانت عنات في وقت سابق وأيدت الحكم يعني الابتدائي اللي هو سنة سجن نافذا، وبالرغم من هذا يعني تم إطلاق السراح ديالها على أساس متابعتها في حالة سراح، وهنا فين وضعت واحد الكفالة مالية، ولكن لم ينفذ هذاك الحكم إلا أنها يعني المحامي ديال او الدفاع ديال المغنيه اللي كان يعني رفع يعني واحد الطلب او وضع واحد الطلب لدى محكمه النقد، ولكن اخوان اخواتي لحدود الساعه لم يكن هناك اي جواب وهناك تاخير، خصوصا وان هذه الهيئه الدفاع اللي كانوا دائما كيستغلوا واحد الثغره باش يعني يسقط هذاك الحكم بالتقادم. وهذه هي الخطة اللي كانت كتقوم بها هذه المغنية. بطبيعة الحال المرحوم يعني بوعشرين الله يرحمه، حنا ما كنتكلموش عليه بشي حاجة ما مزيانة، وإنما هاد السيد يعني كان وضع يعني كان كشف بعض الثغرات بخصوص هذيك الأحكام اللي تصدرت في حق المغنية، وفعلا كان عطاها الضمانات أنها لن ولم تدخل للسجن لودايا. و هنا فين وصلنا الحقيقه، وجميع المتبعين جميع الضحايا اللي مشاو ضحايا الحساب حمزه مون بيبي مازال كينتظروا الرد، وهذا الشيء اللي خلق واحد الضجه كبيره على الصعيد الوطني. فامام هذه التطورات ومن مصادر اللي هي مقربه اخوان اخواتي للعائله ديال الحمزاويه واللي تاكد انه من المرتقب ان تتغيب عن جلسه يوم غد وتوكيل هيئة الدفاع ديالها اللي غينوب عليها يعني غينوب على هذه المغنية في التحقيقات يعني أمام القاضي التحقيق. فهنا كيتبين لنا أنه فعلا يعني القضية فيها إن وأن القضية فيها هي مطبوخة فعلا. لكن إخواني أخواتي للأسف المغنية اللي دائما كتحاول أنها تبرأ راسها وتدافع على راسها من جميع التهم كيف ما كان النوع ديالها، راه السيدة واخا دير يعني أي تهمة دير أي شي حاجة ماشي هي هاديك، فدائما كتخرج راسها من أي تهمة، وهذا يعني راه معروف على المغنية. راه تقدر تخرج يعني كما خرجات في مواقع التواصل الاجتماعي يعني سبات الناس يعني تهديدات وما إلى ذلك، ومع ذلك إخواني أخواتي كنشوفوها تصول وتجول. السيدة كتمتع يعني في حياتها، السيدة يعني ضارب الدنيا برك الله، السيدة يعني دائما هي فوق القانون يعني، وهذا إن دل على شيء كيدل على أنه فعلا راكين مسؤولين كبار وكذلك قضاة اللي كيحميوها في هاد القضية. الحمزاوية في هاد الأثناء يعني راها كتعيش وكتغني وكتشطح في احدى الملاهي يعني وبالضبط بعين الدياب. السيده في هذا الاثناء راه كتغني وفرحانه يعني وغدا عندها الجلسه يعني ما مسوقاش. هذا هو الخطير في الامر اخواني اخواتي. جلسه الغد جمعه والاكيد انها ما غتحضرش الجلسه وغتغيب عن هذه الجلسه، وهذا هو الخطير في الامر. فكل شيء بان، كل شيء
كلشي تفضح يعني هاد العصابه الحمزاويه راه كلشي باين راه عندها يد عندها مسؤولين كيحميوها راه عاطي الفلوس بهاد المعنى. وهذا ان دل على شيء اخوان اخوات مره اخرى ولكن اكد انما تدل ان القضيه راه مضموزه فعلا انها مضموزه والسيده راه ضاربه الدنيا بركله يعني وعارفه شنو كدير يعني وحتى دوك الناس اللي كيتكلموا عليها فهي يعني ما مسوقاش لهم فعلا ما مسوقاش لهم. ف هاد المسؤولين اللي كيحميوها للاسف حنا خصنا اعاده النظر مره اخرى في القضاء ديالنا. المغنيه اللي كانت خرجت في احدى السطوريات يعني مؤخرا يعني خرجت في احدى السطوريات وقعت بالحرف كيعجبني يوم الثلاثاء في اشاره الى التاريخ غير باش تعرفوا هذاك اليوم الثلاثاء علاش كتبات في السطوري ديالها يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء اخواني اخواتي هو التاريخ اللي تم فيه اعلان عن متابعه المغنيه يعني في حاله صراح وبكفاله ماليه. يعني ذاك اليوم الثلاثاء اليوم اللي كتفتخر به هذه المغنيه بعد ما كانت كتظن انه مباشره من بعد ما عنات المحكمه ديال الاستئناف تأييد ذاك الحكم ديال السنه السجن النافذه ولكن كان واحد القرار اللي هو متابعه في حاله صراح وعدم تنفيذ هذاك الحكم الصادر في حقها اللي هو سنه سجن نافذا في ذلك التاريخ واللي احتفلت فيه باحدى يعني في احدى الفيلات وفي سهره صاخبه حتى الصباح يعني بمدينه مراكش. وهذا الخبر وهذه المعلومات اللي كان تم نشرها اخوان اخوات مؤخرا وهي الفضيحه المدويه اللي كشفت عليها مجموعه من القنوات فعلا هاد السيده امام واحد الفضيحه كبيره وهو تورط المسؤولين اللي كيحميوها في هذا الملف. فعلا السيده يعني لازم انهم يتابعوها في جميع القضايا لان هاد الشيء اللي داز على هاد المغنيه وهاد المحاكمات وهاد الدساره اللي مازال داسره ومازال يعني ما دخلت للسجن هاد الشيء لازم اعاده النظر في القضاء لان صراحه هي كتبين لنا انها فوق القانون. كل شيء بان كل شيء توضح هي فوق القانون وهذا الشيء اللي ما بغيناش اخواني اخواتي مره اخرى يعني يتعاد. فالشكايات اللي مرفوعه ضدها يعني اللي دائما القليل منها اللي كيتفعل ولكن راه ما كتحضرش الجلسات دائما هي اللي كترفع الشكايات ضد الناس ضد فنانين كما وقع مع سعيد شرف يعني واحد ولد شنوية حتى هو اللي كانت رفعت عليه واحد الشكايه غير هادشي كلشي باطل كلشي باطل. علاش؟ باش تبين للناس ان حتى هي كتعرض للتشهير والابتزاز وما الى ذلك وهادشي لا اساس له من الصحه وليس من هذا القبيل باش تعرفوا ان اخوان اخواتي ان هاد المغني ترفع دعوه قضائيه ضد سعيده شرف اللي كانت هي السباقه يعني واللي كانت هي فجرات هذا الملف ديال حمزه مون بالايام الاولى وكيفاش داك الشيء موثق صوتا وصوره واللي كانوا يشبهوها بالبقره صراحه حاشا ان يشبهوها بهذا بالبقره. هنا لازم ان المعاقبه غير هذه الكلمه اللي كانوا خرجوها فهي لازم انها تدوز العقوبه غير على الاقل واحد شهرين لان مست يعني بالحياه الشخصيه ديال واحد الانسان وشبهاتها يعني بواحد التشبيه اللي ربما اي واحد ما يبغيش ان تقارنوا يعني بهذا المقارنه يعني. وهذا الحوار اللي كان بينها وما بين سيمونا اللي مازال اللي هو خارج الوطن الان في الولايات المتحده الامريكيه وهذا الشيء كيدل على انه خايف ليدخل المغرب ويتم اعتقاله فما قدش انه يدخل المغرب. لكن المغني اخواني اخواتي اللي ما غدوش ليها طريفه لانها تابعها العديد من الشكايات خصوصا قناه شوف تيفي. هذه القناه شوف تيفي في شخص المدير ديالها شحتانو اللي كنحييهم من كنحييه من هذا المنبر اللي صراحه تعرض ان شتى انواع السب والشتم يعني راه سبات ليه الام ديالو يعني صراحه باش توصل لهذه الدرجه ديال السب الام ديالو فهذا يعني خصو يتعاقب خصها تتعاقب على هادشي اللي قالت عليه وهادشي كان موثق يعني بالصوت والصوره
وحتى انها يعني واحد القضيه ديال التهجم على احدى الصحفيين حتى هو يعني موثق بالصوت والصوره، وهذه كل دلائل اللي كتورط المغنيه في هذه القضيه. اخواني اخواتي، حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش علينا باللايك تاعكم، بارطاج، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.